السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنكمله كسور جزئية، طبعا الجزء الثاني كسور جزئية لدرجة البسط أقل من درجة المقام. شن نديرو نحنا لما تقعد درجة البسط أقل من المقام؟ نحنا الفيديو اللي فات خذينا أن درجة البسط أكبر من درجة المقام، فاستخدمنا طريقة القسم المطول وبعدين كملنا. بينما تجد العكس ان البسط اقل من المقام، ماذا نستخدم؟ هنا نحلل العوامل الخطية، يعني انا نبي نحلل العوامل الخطية، يعني شو ندير؟ بي الاكس عفوا على كيو للاكس. شو ندير؟ هتقعد ل A واحد و A اثنين على، يعني هذا هو هنا المقام بتاعي. نحلل العوامل الخطية، نحلل ال X زائد A واحد وال X زائد A اثنين ونطلع بعدين القيمة. أو يعني أنا لما تجيني مسألة بتدير بنستخدم التشكيل الشكل هذا، يعني أنا بنديره على الشكل هذا. خلنا نشوفه كيف مع أول مثال حتى تفهموا أكثر. أي أول مسألة اللي هي تكامل واحد على إكس تربيع ناقص أربعة. شو ندير هنا؟ هنا حنقول تساوي هذا نحله اللي هي إكس ناقص اثنين عفوا وإكس زائد اثنين، تمام؟ خلاص يبقى كيف ندير؟ حنقول واحد على إكس ناقص اثنين و إكس زائد اثنين يساوي أي التشكيلة اللي قلتها لي، يعني نبدل على الشكل هذا. كيف ندير على الشكل هذا؟ حنقول طبعا الشكل هذا خلنا نكتبه هنا بعدين نحط الإجابة. حنقول إن A واحد على إكس ناقص اثنين زائد A اثنين على إكس زائد اثنين، تمام؟ نوحد المقام بين هذين ونسوي مع هذا. لو وحدت المقام أنا حنضرب هذا في هذا وهذا في هذا، هذا في البسط وفي المقام، هذين اثنين في بعضهم. حلوة الطريقة هذه يعني أنا شو ندير؟ نضرب هذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا. هتقعد كيف؟ هتقعد A للإكس زائد اثنين هذا في هذا باهين، وزائد A اثنين للإكس ناقص اثنين، أوكي، على هذا في هذا اللي هي إكس ناقص اثنين إكس زائد اثنين، هيك تمام؟ تمام. لما يساوى المهنة في الطرف الأيسر مقام الطرف الأيسر ساوى مقام الطرف الأيمن. حلو، معناتها هذينا متساوية صح؟ البسط متساوي. كيف ندير توا؟ يعني أنا حنساوي البسط، هنقول إن A واحد للإكس زائد اثنين زائد A اثنين للإكس ناقص اثنين تساوي واحد، تمام؟ تمام. أنا المطلوب مني تو شو ندير؟ المطلوب مني نجيب قيمة الـ A ونجيب قيمة الـ A اثنين، تمام؟ كيف نجيب هذينا؟ مثلا تو نبي نجيب قيمة اثنين، A واحد عفوا، نبي نجيب قيمة A واحد، صح؟ معناته ما نبيش الـ A اثنين، أنا نبيها تختفي الـ A اثنين هذي. شو ندير؟ نعوض بالإكس هنا اثنين، نقولوا إن الإكس يفترض ان الاكس يساوي اثنين عشان نخلي هذا صفر، فاثنين ناقص اثنين تساوي صفر، فالصفر لما ينضرب في الاي اثنين هتعدي كلها، فهمتوا كيف؟ خلاص يبقى لي شنو؟ ان نجيب ورقة جديدة بس، هتعدي طبعا اي اثنين قلنا، خلاص هتقعد لي الاي واحد صح؟ الاي واحد نعدي نعوض بيها طبعا بنفس اللي فرضتها، هتقعد الاي واحد للأربع اللي هي اثنين زائد اثنين تساوي واحد. حلو، باهي تو شو ندير؟ نقسم على أربعة عشان نبتدي الـ A بروحها، نقسم على أربعة، الـ A واحد تساوي ربع. حلو بك، هيك طلعنا أول وحدة اللي هي الـ A واحد. تو هنا بنطلع شنو؟ الـ A اثنين، بافتراض إن شنو؟ بافتراض إن طبعاً بالـ A واحد بنطيرها أنا عشان نطلع A اثنين، بنحولها نبي تساوي صفر، نبي تختفي. حنفرض إن الـ X تساوي سالب اثنين.
لو فرضنا ال x تساوي سالب 2 هتعدي ال a 1، هنعدي ال a 2، a 2 x ناقص 2 تساوي 1، هينفذوا ان ال x تساوي سالب 2، سالب 2 وسالب 2 سالب 4، من هتجد ال a 2 تساوي سالب ربع، صح؟ تمام، هذه معادلة رقم 2. تو انا اهم خطوة في حياتي درتها، صح؟ عفوا، تمام، نحن يعني طلعنا ال a 1 بربع وطلعنا ال a 2 بسالب ربع، شو نديرو تو؟ تو حنقولو ان ربع ربع، استنوا لا شو ندير انا قاعد، ايوه ردوا للاصل اللي هو شنو؟ هي. خلاص شو نديرو؟ نقولو a واحد على اكس زائد اتنين زائد a اتنين على اكس ناقص اتنين. ال a واحد طلعنا بربع صح؟ بنخلوه على جنب، نحن ربع يعني هي تكامل، هنوزع التكامل انا جو هنا، هنخلي الربع برا، برا التكامل طلعوا، حتجد واحد على اكس زائد اتنين صح؟ ب وال a اتنين بشنو؟ a اتنين، a اتنين بسالب ربع، اوكي حتجد سالب ربع تكامل واحد على اكس ناقص اتنين، صح؟ صح، حلو. لو تو انا هذه تفاضلها شنو؟ هذه واحد، يبقى تفاضلها فوق يبقى لن المقام، صح ولا لا؟ لا حتجد ربع لن اكس زائد اتنين ناقص نفس الجو ربع لن اكس ناقص اتنين زائد سي، وبهكي انتهت الإجابة، سهلة جدا، تبي تركيز بس في المسألة هذه. هيك أول حاجة نديرو نقول a واحد على x ناقص واحد زائد a اتنين على x ناقص اتنين زائد a تلاتة على x ناقص تلاتة، صح؟ طبعا تساوي هذا كله، طبعا يساوي هذا كله، خلاص به. طيب انا نبي نوحد المقام، طبعا المقام بتاعي معروف شنو هو، حيكون ضرب هذا كله صح؟ اكس ناقص واحد، اكس ناقص اتنين، واكس ناقص تلاتة. شو ندير تو انا؟ نقسم، نقسم هذا هذا علي هذا، لكن كيف نقسم؟ لا مش نقسم هيك وخلاص، لا لا، شو ندير؟ نغطي هيك ونقسم. تو اكس ناقص اتنين واكس ناقص تلاتة لما نقسمهم هنا حتقعد شنو؟ حتقعد لي a واحد ولي الاكس ناقص اتنين والاكس ناقص تلاتة، تمام هيك؟ باه نغطي الاكس اتنين حتقعد هنا زائد، لو غطيت الاكس اتنين حتقعد للاي اتنين طبعا صح؟ حتقعد للاكس ناقص تلاتة للاكس ناقص واحد، بينغطي الاكس ناقص تلاتة هتجد الاي زائد الاي تلاتة للاكس ناقص اتنين والاكس ناقص واحد، تمام عندنا؟ تمام. تو شو ندير؟ قسمت وحدت المقام صح؟ هذا كله طبعا يساوي هذا، هذا كله يساوي هذا، انا بنكتبه عشان انا ما اقدرش نكتبه بس طويلة، هتديروا فرق واحدة استنوا اللي هي هذا، تمام هيك. تو انا سويت هذا بض، يعني هذا كله يساوي هذا كله وهذا كله يساوي هذا كله، بما ان هذه اثنين يساوي خلاص الوضع حنسوي طول، تمام. هاي حنقولوا ان ال a واحد للاكس ناقص اتنين والاكس ناقص تلاتة، خنكملها ونوقف الفيديو نكملها ورد. هيك تو انا كتبتها كلها صح؟ تمام. نبي تو انا نطلع ال a واحد ونبي نطلع ال a اتنين ونبي نطلع الـ A 3. اوكي كيف نطلع؟ نبي نفرض ارقام صح؟ تو انا نبي نفرض رقم عشان نطلع الـ A 1، يعني نبي نفرض رقم يخلي الـ A 2 والـ A 3 يساوي صفر، شنو هو اللي يخلي اتنين A 2 و A 3 يساوي واحد؟ لو انا فرضت ان الـ X تساوي واحد، هذه هتجد واحد ناقص واحد صفر هتمشي كلها، وهذا حتجد واحد ناقص واحد تساوي صفر حتمشي كلها، حتجد لي a واحد بس، حتجد واحد ناقص اتنين اللي هي واحد ناقص اتنين ناقص واحد
في 1 ناقص 3 بناقص 2، 1 في ناقص 2 بناقص 2، هتقعد هتقعد a 1 سالب 2 a 1 تساوي 1. من هنقسم على 2 سالب 2 على سالب 2، ال a 1 تساوي، عفوا مش بالسالب، ليش؟ لاني انا هنا سالب 1 طلعت لي صح، وهنا طلع لي سالب 2، سالب 2 في سالب 1 ب 2 مش سالب 2. نركز بالاشارات، هتجد ال a 1 تساوي نص، وهيك طلعنا نحن ال a 1. هاي نعد تو شنو لل a 2، تو انا نبي ال a 2، نبي ال a 2 يعني بخلي هذين الاثنين يساوي صفر، اللي هي حنفرض ان ال x تساوي 2. هاي لو فرضنا ان ال x تساوي 2، هذه حتمشي بالصفر وهذه حتمشي بالصفر، حتجد لي هنا 2 ناقص 3 ناقص 1، وهنا 2 ناقص 1 ب 2، يبقى هتقعد سالب 2 صح؟ حلو، يعني هتقعد تساوي خلاص، بما ان هذه ناقص 2، هنا قصدي عفوا 2 ناقص 3 ب 1 ناقص 1، وهنا 2 ناقص 1 ب 1، فخلاص هتقعد يعني سالب a 2 تساوي 1، منها ال a 2 تساوي ناقص 1. حلو، تو نبو الـ a 3 اللي هي حنفرض ان الـ x تساوي 3، لو فرضت ان الـ x تساوي 3 a 1 بصفر و a 2 بصفر، خلاص بتيجي تساوي هذه 3 ناقص 1 ناقص 2، 3 ناقص 2 لا عفوا 3 ناقص 1 ب 2 و 3، عفوا كان انا غلطت في اشارة، اوكي اعذروني راسي تاعي خلص، يعني 3 ناقص 1 ب 2 و 3 ناقص 2 1، 2 في الواحد ب 2، يعني هتقعد 2 a 3 تساوي 1، على 2 على 2، منها ال a 3 تساوي نص. هيك تو انا طلعت a 1 a 2 و a 3، خلاص نحولوا هذه خلوها على جنب هنا وردوا لي ال a 1، كان طلع لي ال a 1 بنص صح، هنقوله نص تكامل 1 على x ناقص 1، تمام، انا ما درت شيء، هي هذه هي طلعت نص برا بس، زائد ال a 2 بشنو، ال a 2 بسالب 1، تجد سالب 1 على x ناقص 2 تكامل، اي نوزع التكامل جوا، زائد تكامل ال a 3 كان بنص، هنطلع النص برا هنا ونقوله انه 1 على x ناقص 3، حلو بكل، تمام اوكي تمام، تو كامل كامل حد جدا، هذه تفضلوا فوق يبقى نص لن المقام، زائد مش زائد لا ناقص، ليش حنطلع السالب برا؟ لو طلعت السالب برا حتجد هذه تكمل تفضلوا فوق عفوا، حتجد ناقص لن المقام، اوكي خط نتاع الحد المطلق، زائد نص لن المقام. ديما راه إجابة المسائل هذين أغلبهن، مش ديما، أغلب الأغلب أن فيهن لن المقام، لن المقام، لن، تمام؟ ممكن تهدد المسألة.